خذ فكرة عن طريقة تناوله. البعض يخلوا به السلطات لكون هو طعمه مشابه إلى طعم الزبدة، أو يعني خالي من الطعام أو النكهة الحادة، فممكن أنه نخلطه مع السلطات، وممكن أنه يؤكل جانبا أيضا مع الخضروات، والبعض أيضا يأكله مع الفاكهة نيا من دون أي طبخ. فهو من الخضروات اللي ممكن أنه ما نحتاج إلى أن نطبخها أو تأخذ عناء معين، بالإضافة إلى فوائدها الكبيرة.